جبل دائما نضرب فيه المثل اسمه جبل طويق. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل، همة السعوديين لن تنكسر لذا نهد هذا الجبل وتساوى بالأرض. وهني قيادتنا الرشيدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمين سمو الأمير محمد بن عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز. نهنيهم بهذا اليوم العظيم، وطن الفخر، وطن الاعتزاز، نهني وطننا الغالي، نهني جميع أفراد الشعب السعودي، وطن الشموخ. طبعا نكرر دائما مقولة سيدي صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، همة حتى القمة. أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى مقام سيدي الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة الغالية علينا جميعا. تحت شعار همة حتى القمة دائما نحتفل، اللهم اجعلنا دائما في بلد أمن وأمان المملكة العربية السعودية. حقيقة مناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية مناسبة غالية علينا جميعا، وحقيقة هذه المناسبة ليس شعارات ترفع ولا كلمات تنمق، بل هي أفعال وسلوك تنفذ داخل البلد، الحفاظ على مقتدرات البلد، الحفاظ على أمن وطننا الغالي. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لهذا البلد وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بهذا اليوم الغالي علينا وعلى جميع المسلمين، كما أهني الشعب وأهني زملائي وأخواني وأبناء الطلاب بهذا اليوم الذي فيه ذكرى لكل المسلمين. في بداية هذا أتوجه إلى أبناء الطلاب بأن يهتموا بهذا اليوم ويعيدوا فيه الذكرى، وهي عام 89 عاما مضت فيها كل الإنجازات، وأسأل الله سبحانه وتعالى العلي العظيم لهم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بمناسبة الذكرى 89 لذكرى توحيد المملكة العربية السعودية، يطيب لي أن أتقدم بأسمى التبريكات والتهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وإلى ولي عهده الأمين بهذه المناسبة الغالية التي نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من أمن واستقرار وطبعا خير وما نعيشه من تطور وتقدم. والوطنية ليست شعارات ترفع وتردد، وإنما هي سلوك وأخلاق تمارس وإخلاص في العمل وتضحية وانتماء لهذا الوطن المعطاء، جعله الله دائما في خير وأمن واستقرار تحت قيادة حكومتنا الرشيدة، ومن تقدم إلى تقدم دائما. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في هذا اليوم العظيم يوم الوطن أهدي هذا الوطن عدة أبيات هي همة تمضي إلى العلياء، للشعب ملهمة كخيل عادي، أرض لها بين القلوب محبة، هي موطني وحضارة الأجداد، هي عشق قلب مؤمن وعقيدة، شكرا لرب منعم لبلاد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل الشعب السعودي، أتقدم خالص التهنية إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وإلى سمو ولي عهده الأمين، بأن يديم الله على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان ورغد العيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم حسين المالكي، مدارس الثغر، القسم الابتدائي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، في هذا اليوم يوم الوطن، في هذه الذكرى 89، أتقدم بخالص التهنئة إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وإلى ولي عهده الأمين سيدي الأمير محمد بن سلمان وإلى الشعب السعودي وإلى الأمة الإسلامية في هذه المناسبة الجميلة، يوم نتذكر فيه فتح الرياض وتوحيد المملكة على يد المغفور له الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، واجتماع الكلمة
وهذه الذكرى تجسد في هذه في هذا الشعب التلاحم شعبا مع قيادة وحبا وعطاء ووفاء لهذه البلاد. وندعو الجميع أن يكون هذه الذكرى هي انتماء وانطلاق للعمل والوحدة والتعاون، وأن تكون يعني الولاء لهذه البلاد بالالتزام ورفع الهمة إلى القمة. سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني للعام 89 السعودي، وإلى كافة الشعب السعودي، وأيضا أهني زملائي وأخص بهم جميع رجالات التعليم، وأسأل الله لنا ولهم أن يحمي وطننا العزيز، وشكرا لكم.